ظواهر كارثيه. انا بالنسبه لي انه عاشوراء كيف ما حنا كنعرفوا فهو يوم ديال الصوم ديال العباده ديال وليدات صغيورين كنفرحوا بهم كيلعبوا بالتعارجات كيف ما حنا كبرنا كاملين يديروا حنينه يديروا حاجوزه يديروا هذا. ولكن مؤخرا ولا كنشوفوا ان ولات فيها حوادث يعني الناس كتموت اطفال ابرياء كيموتوا فاللي بعقلهم يديروا العقل اللي ما اللي بنادم اللي ما بعقلوش ما يمكنش يشوف في واحد اللي هو بعقله في 18 عام وكيلعب بجرانادا سميتها يمكن ياك قنبوله وكيلعب بالبوطه فسمح لي فهاد الشيء فهمتي خاصو يدار لي حد ان شاء الله العام الجاي الا كانوا غادي يكونوا الا كانوا غادي الله يسر يموتوا ابرياء وحدين اخرين اللي ما عمرنا نبغيوها فكنتمنوا انهم يقطعوها يقطعوا الاحتفال بها هذا بؤات الاطلس. كنتمنى لهم ان شاء الله الحظ السعيد وكنتمنى ان جميع المغاربه انهم يدعموهم ويشجعوهم حيت فخر انني انا كامراه نشوف مراه اخرى في واحد المرتبه اللي هي كبيره والعربيه يعني ما كايناش شي دوله اخرى اللي كتنافسها فهذا كيزيدني فخر انني مغربيه وعربيه نزيد ندعمها وندعمها سواء تأهلوا أو لا ما تأهلوش فغير يكفي أنهم وصلوا لهذه المرحلة فشي حاجة زوينة. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.